بسم الله. بيقول solve. solve يعني find the unknown value اللي هو الاكس. اول حاجة بيقول log x squared plus 3 over 4x to the base 2 equals negative 2. هو يبقى equal negative مفيش مشكلة، لكن ما يكونش log of negative. طيب عشان نحل ده احنا عندنا الفورميلا اللي هي log a للبيز b equal c، يبقى ال a ال b power of c equals a. ادي الرول اللي عندنا الاولانية. فهنا يبقى 2 هيبقى x power of 4 plus 3 over 4x equals 2 power of negative 2. مش كده ولا ايه؟ which is 1 over 4. طيب هنا في 4 في الدينومينيتور و 4 في الدينومينيتور، we can multiply by 4 to make it a normal fraction. يبقى 4x power of 4 plus 3x equals 1. اوكي okay. ال 1 ممكن ندخل جوه بالماينس يبقى equal 0. ماشي، يبقى equal 0 اللي هي minus 1. طيب نعمل فاكتورايزنج. كل ما هي باور 2، باور كام؟ باور 2 الاول، باور 2 مش بناخدش في حاجه باور اوف 2، باور اوف 2 غير الباور بس احسن عشان دي باور اكس. يبقى هنا 4x اند اكس، وهنا 1 اند 1 مش كده ولا ايه؟ و4x عشان الكبير بس اكتر في النص بقى بلس وده ماينس ايكوال 0. يبقى الاكس equals 1 over 4 and x equals negative 1. لو حطيت دي كده بنيجاتيف 1 تطلع بوزيتيف، ولو حطيت دي 1 over 4 تطلع بوزيتيف، فيبقوا الاثنين ساتيسفاينج. ده ايه؟ ده ايكويشن. تمام يا شباب. اللي بعديها دي نمبر 1، نشوف نمبر 2 ونحلها مع بعض. نمبر 2 كله معايا يا شباب؟ في اي مشكله فيها في المساله؟ نمبر 2 بيقول ايه؟ find the value of x برضه اذا كان log 8 to the base x equal 6. خلي بالك البيز هنا x وعايز ال value of x. نعمل ايه هنا؟ مين يشتغل معايا؟ الناس تشتغل لو سمحتوا. 8 equal x power of 6. تمام، x power of 6 equals 8. ال 8 دي ممكن اعملها 2 power of 3، وممكن اعملها ادي الباور اوف 3 واعمل دي روت 2 باور اوف 2 تو بي، يعني لغايه ما تبقى روت 2 باور اوف 6. يبقى انا كده خليت الباورز ار ايكوال. تمام، يبقى الاكس ايكوال، طبعا مش هقول بوزيتيف اور نيجاتيف عشان هي ايفن، هقول اكس ايكوال 6 بس، ايه روت 2 بس. مفهوم؟ تمام. حد مش فاهم؟ مسألة ثانية. log x squared over 2x minus 3 to the base 3 equals 1. مين يحل معايا؟ أساتذة اشتغلوا معايا. هنعمل ايه هنا؟ 3 equal انا مش عايز واحد يشتغل، انا عايز الناس كلها تشتغل من فضلكم. log number to the base 3 equals 1، وانا كاتب log a equal c. how can you find the value of x؟ يعني اللي مش عارف يحطها put it at the form او the exponential form اهي. تمام، يبقى قلنا هنا log number to the base equals 1، يبقى ال base power of number equals the a the expression in front of the log. يعني تبقى x squared over، لازم الكل يشتغل، ما هو اشتغل بايدك ازاي انت، هو over 2x minus 3 equal 3 power of 1 which is 3. اوكي okay. الفورمولا اهي تاني،
log a to the base b equals c, then b to the power of c equals a. يبقى log x power of 2 over 2x minus 3 to the base 3 equals 1. هيبقى x power of 2 3 power of 1 equals x power 2 over 2x minus 3. نعمل scissors. هيبقى ده times ده x squared equals 6x minus 9. هيبقى x squared عملها 0 equation لأنها quadratic minus 6x plus 9 equals 0. And factorize وأقول الناس تشتغل معايا. x minus 3 x minus 3 يبقى الاكس هنا equals كام؟ 3 لأنه perfect square. طبعا لما نشوف x square نحقق دي هنا. لازم نعمل satisfying لأن ممكن يطلع no solutions. يعني 9 over 2 times 3 6 minus 3 3 يبقى log 3 to the base 3 equals 1. يبقى satisfy the equation. اوكي مستر مستر ممكن تعيدها بس معلش عيدها تاني اهو. بص يا سيدي هنا قلنا log x power 2 over 2x minus 3 to the base 3 equals 1. الرول قدامك يبقى 3 power of 1 equals the expression in front of the log. يبقى x squared over 2x minus 3 as the rule equals كام؟ equals 3 power of 1 which is 3. نعمل scissors. 1 times x squared equals x squared. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. عملنا 0 equation لأنها quadratic. وعمل factorizing طلعت x ب 3. لو عملنا satisfying هنا يطلع مظبوط يبقى مفيش refused. لأن ممكن أول زي ما هنشوف دلوقتي يطلع الحل refused. شوف اللي بعده. log بقول الناس تشتغل عشان إيه؟ ما إحنا ده الحل بتاعنا بنشتغل عشان نفهم. يقعدوا يتفرجوا على إيه مش هيحلوا حاجة. log x squared minus 9 to the base 2 equals 4 and log 2 to the power of x minus 2 to the power of x minus 1 to the base 2 equals 3. I'll give you two minutes to solve. ضل يلا من الحل. مستر حليتها بس معيش كالكوليتر عامل مود 5-3. نكمل مهمش نكمل كالكوليتر اتفضل يا حسن. ماشي اول واحده هتبقى x power 2 minus 9 x power of 2 minus 9 equal 16 equal 16 which 2 power 4 which is 16 and x 16 squared. x power 2 minus 25 minus 25 I equal 25. Will x equal the كام؟ يبقى x equal 5. Positive or negative 5. والاثنين يحققوا. لأن 5 power 2 تحقق. يبقى ال x equals and satisfy the equation. Positive or negative root of 25 which is positive or negative 5. Thank you حسن. مين تاني؟ مين تاني يحل بعديها؟ تبقى 2 power 3 يا مستر. 2 power of 3 يا مستر. Right. You are 8. Equal the can. Equal 2 power of x minus 2 power of x minus 1. Nice. حل دي ازاي؟ حل دي ازاي؟ 2 power x minus 1 ديت معناها 2 power x على 2. طب مش مينفعش ناخد كومن بدل في ماينس في البيز او بلس؟ ماشي. ماشي. بناخد 2 power of x. بقى 1. 1 minus half minus half برافو عليكي equals 8 يعني 2 power of x 1 minus half يعني half equal 8 divided by half هنا ايوه يعني 2 power of x equals 2 power of 8 يعني كام 16 16 which is 2 power of 4 يعني ال x equals 4 وساتسفاي ذا equation لانها positive جميل وحاجه سهله شكل المسألة بس يكون يعني ساعات بيبقى شكله يخوف شوية إنما تخش في المسألة تلاقي الموضوع ما فيهوش حاجة. طيب نشوف مسألة تانية ضروا بصوا كده بيقولوا المسألة log 2 log 3 log 2 log 3 خلي بالك ل x power of 2 minus 7x plus 21 equals 1
مسألة تانية، log 7 minus x to the base x minus 1 equals okay. يلا الاثنين دول بليز. أول واحدة مش متأكد منها. متأكد مش متأكد. خلينا يا سيدي ربنا يستر الأمور إن شاء الله. تبقى log 3 x power 2 minus 7 x plus 21. أول واحدة تعال نشوف. طيب وبيقول هنا log 2 log 3. هاخد المسألة لغاية هنا زي ما هي كده، خلي بالك كده معايا. هناخدها ونحطها وإيكوالز 2. يعني دي كده اكسبريشن يعني 2 باور اوف 1. برافو عليك. يعني لوج 3 لوج اكس سكويرد ماينس 7 اكس بلس 21 للبيت 3 تبقى ايكوالز 2 تو ذا باور اوف 1 which is 2. هنعملها عادي بقى بعدها صح؟ تمام برافو عليك. شوف واحد شغال والتانيين قاعدين نايمين. يبقى هنا اكس سكويرد ماينس 7 اكس بلس 21 ايكوال 3 باور اوف 2 which is 9. تمام؟ يعني x squared minus كله معايا يا شباب ولا في حد مش فاهم؟ x squared minus 7x ده minus ده بكام؟ plus 12 equal 0. يبقى x minus 4 و x minus 3 equal 0. يعني ال x equal 3 4 and 4 يعني x equal 3. كويس الكلام ده؟ كويس. الناس اللي نايمة مش عايزة تشتغل اللي بعد كده. مستر هو حضرتك ليه عملت لوك 2 ملتبلاي 1؟ لا ما عادش لوك 2 ملتبلاي، عملت 2. يعني لو انت عندك لوك 2 للكي ايكوالز 1 مش هيبقى ده ايكوال 2 باور اوف 1؟ الكي ايكوال 2 باور اوف 1. اوكي تمام. اعتبر ان كل ده هو الكي اللي كانت موجودة. اوكي مين يحل معانا اللي بعديها؟ مين يحل معانا؟ x minus 1 over 2 اخيرا يا راجل صحيت اخيرا. طيب كم قلنا؟ x power x minus 1 power 2. طيب اوكي نكمل. ده يبقى first power 2 second كان power 2 first time second times 2 ودي تخش جوه يبقى بلس اكس، تخش جوه يبقى ماينس 7 ايكوال 0. يعني اكس سكويرد ماينس اكس ماينس 6 ايكوال 0. ونعمل فاكتورايزنج. خلي بالكوا بقى من حاجه، اكس ماينس 3 خلي بالكوا من حاجه في المساله دي، واكس بلس 2 ايكوال 0. يعني الاكس ايكوال 3 والاكس ايكوال نيجاتيف 2. لاحظ حاجه ما تنفعش النيجاتيف 3 النيجاتيف 2 تبقى ريفيوزد مش عشان هي نيجاتيف 2، لا عشان ايه يا جماعه؟ عشان دي هتبقى البيز نيجاتيف 3 فهتبقى نيجاتيف 3 باور اوف 2 وهنا 7 بلس 2 هيبقى بكام هنا؟ مين اللي ريفيوزد فيهم؟ اللي ريفيوزد 3 شغاله. بص 7 ماينس 3 4 و7 ماينس 1 قصدي 3 ماينس 7 ماينس 3 4 3 ماينس 1 ب 2 2 باور 2 ب 4 والثانية x equals negative 2 يبقى negative 3 to the power of 2 equals 9 7 minus negative 2 ده مظبوطة شغالة دي دي شغالة 7 مظبوطة نشغل ماشي لأن تبقى log 7 minus negative 2 يعني 9 وهنا يبقى 2 minus 1 negative 2 minus 1 يعني negative 2 power of 2 negative 3 power of 2 مظبوط مظبوط الاثنين. اوكي نكمل مسألة ثانية. بص كده المسألة دي log x للبيس 3 to the power of 2 minus 9 log x to the base 3
plus 20 equal 0. نفكر فيها. وواحدة تانية log 2 power of x minus 4 to the base 2 كلها the base 2 plus x minus 5 equal 0. فكر فيهم كده. جاب 2 minutes برضو. تاني عملنا factorizing هنا log x all power of 2 تبقى log x and log x. We need two numbers. Their product is 20 and their sum is 9. 4 and negative 4 and negative 5. عشان the two numbers have the same sign as the sign of the middle one. يبقى log x minus 4 equals 0. Then log x to the base 3 equals 4. يبقى x equals 3 to the power of 4. تانية log x to the base 3 minus 5 equals 0. يبقى 3 power of 5 equals x. هذه مسألة. المسألة اللي بعديها. طيب هنا لوج وهنا مفيش لوج، يعني ودي ده هناك الناحية التانية. يبقى لوج 2 power of x minus 4 to the base 2 equals 5 minus x. ده بالأوبزيت ساين. ونمشي نفس الرول بتاعة الباورز. هيبقى 2 to the power of 5 minus x equals 2 to the power of x minus 4. ماشي يا جماعة؟ بس خلي بالك إن هنا إيه؟ إن هنا الباور x بس وده الاكس minus 5. أكمل. وادي دي هنا يبقى 2 power of x اهي. وادي دي هناك ماشي يبقى minus. فاهمين كلامي؟ كان ممكن نعمل times 2 power of x احسن كمان. 2 power of x نعمل times 2 power of x عشان نشيل النيجاتيف ده. فتبقى دي 2 to the power of 5 وبعدين equals 2 to the power of 2x minus 4 times 2 power of 2 power of x. تاني كده عايزين نخلص بس النيجاتيف ده. فضربناهم كلهم في 2 power of x، يعني عملنا بالظبط كده 2 power of x times ده equal 2 power of x times ده، وهنا 2 power of x times ده. فطلعت هنا دي ده بلس ده راحوا مع بعض يبقى 2 power of 5. هنا 2 power of x times 2 power of x يعني 2 power of 2x، وهنا minus 4 times 2 power of x. اظبطها هنا تبقى 2 power of 2x minus 4 times 2 power of x، ودي تروح هناك يبقى minus 2 power of 5 اللي هي 32 equal 0. واعمل factorizing يبقى 2 power of x و 2 power of x 8 and 4 كبير بالاشارات اللي في النص equal 0. يبقى 2 power of x minus 8 0 يعني 2 power of x equals 8 which is 2 power of 3. يبقى ال x equals 3. تانية 2 power of x equals 4 اللي هي 2 power of 2 يعني ال x equals كم هنا 2. نعمل تشيك عليها. شوف كده لكن في بلس دي كانت نيجاتيف اند بوزيتيف يبقى 2 دي 3 خلاص. التانية 2 باور اوف اكس كولز نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 2 اوف اكس يكوال نيجاتيف 4. 2 اوف اكس نيجاتيف 4 ما تطلعش من الحاجة يعني بقى كده الحتة دي تاني عشان الناس مش معايا. تاني دي بلس يبقى عندنا 2 power of x minus 8 ب 0 يبقى 2 power of x equals 8 يبقى x equals 3. 2 power of x equals negative 4 يبقى ده refused ان البيز بوزيتيف. يبقى الحل 3 بس. خلاص هكتب مسالتين هما نحلهم. log
cubic root of x squared plus 48 equals 2 over 3 وبعدين log ده لازم له بيز ده لازم له بيز يبقى البيز 2 باور 3 يبقى 8 ماشي log 13 plus log x minus 1 to the base 2 x minus 1 x minus 1 to the base 2 من البيس 4 equals 2 آخر مسألة يقول لي simplify طبعا باستخدام الرولز log 49 to the base 5 times log 5 to the base 8 times log 8 to the base 9 times log 9 to the base 6 بس كده خلصنا الحصة خلصت خلاص